بوتان وهونغ كونغ متعادلتين 0-0. تأتيكم حاليا بصوتي الزميل سمير المعارفي. كرة بالخطأ الثاني. جول جول جول. طويلة أعلى من الجميع عادت إلى المدافعين. فيزرول يقطع كرة يمرر لصاحب الهدف. بالنسبة لمنتخب سنغافورة في الوصافة بثلاث نقاط أيضا بعد انتصار على المنتخب الكمبودي. كرة محاولة الآن تعود للمنتخب الياباني. تسجيل هدف وأعتقد إن أتى الأول لمنتخب اليابان فسيأتي الثاني والثالث. رضوان يحاول المرور يمرر بالخطأ تعود ليوشادا مدافع منتخب اليابان. يمرر الكرة لجهة اليسرى وتادا الظهير الايسر يحاول مرور خطا.
Headgear in case you're watching this from outside of Singapore. Maswell Nawaz suffered a horrific head injury